الرحمن الرحيم. سبحان من يسمع نداء المظلوم يا المظلوم، سبحان من يسمع الناس المضطهدين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ إنه الله جل جلاله. أإله مع الله؟ تدور في وجوه السالكين، أرعوا أبواب السماء وخافوا. لا إله إلا الله. يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، نطرق الباب. إنه من يكثر قطع الباب، إنه من يكثر قطع الباب يوشك أن يفتح له. الفوارق. إن الخطر عظيم، والبدن ضعيف، والنار محرقة، والموت قريب. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فكيف بك أخي المسلم إذا بعت بالخسران، وزلت رجلك عن الصراط، ووقعت فيما كنت تخاف منه، فلم تشعر إلا والكلاليب قد دخل في جلدك ولحمك، فجذبت به وسمعت لنداء النار. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. لو تذكرت بعض أقاربك وأصدقائك وقد من الله عليهم بدخول الجنة، وزادك ذلك حسرة وأسفا. قال الله تعالى: ونادى أصحاب